السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. غادي نعدلوا هاد الشكيله الحلوه، ثلاثه ديال الاشكال بعجينه واحده، اللي ما فيها ما تعدل، اللي ما عندهاش الوقت، اللي ما كيعجبهاش يتعدل عليها غير بهاد العجينه هادي. عجينه واحده تخرج منها ثلاثه تشكيلات، افكار للتزيين. طبعا كل وحده تقدر تزين بالطريقه اللي بغات. غنشارك معكم ثلاثه ديال الافكار. اهم حاجه العجينه رائعه، ثلاثه ديال المذاقات مختلفه، وكذلك حاولت يكون الافكار ديال التزيين ما فيهم لا قوالب لا قطاعات لا سيليكون لا حتى شي حاجه، يعني بالطريقه التقليديه ديالنا اللي كنعدلوا بها الحلوى. حتى اللي ما عندهاش الماتريال تقدر تعدل طبيصل ديال الحلوى، نعيد الفطر يكون مزيون، وكذلك الطعم ديالو مزيون. هما هادو بحال اللي كتشوفوا القوام ديالهم، هما هادو كيجيو مزيونين، كيجي رطب وفي نفس الوقت مكرمله. والتزيين انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش زينتهم. اول حاجه عندي هنا 400 غرام ديال الزبده، الزبده بحراره الغرفه، غنضيف عليها السكر. انا وزنته هنا 170 غرام، وغادي نوزنو معكم بالكاس اللي بغات بالكاس، جوج ديال الكيسان ونص ديال السكر كلاصي. غنعملو موز الزبده دائما، وغنعملو واحد جوج معالق ديال الفانيليا، وغادي نخلطهم. انا خلطتهم هنا في الروبوت بيدنا طبعا عادي، المهم حتى كترجع الزبده وديك السكر بحال كريمه. تقدروا تخدموا بالخلاط ديال الكيك كذلك، حتى هو مزيان. الا خدمتو في العجانه بحال هكذا مره مره ضروري تهبطوا الجوانب وحتى القاع باش تاكدوا بان كلشي اندمج. وغادي نرجع تكمل حتى تخلط، شوفوا كيرجع القوام ديالها بحال كريمه. هاد المرحله مهمه في الحلويات ديال الزبده، السكر والزبده ضروري تخدموا مزيان. هنا عندي ثلاثه الحبات البيض، غنضيف حبه بحبه. ندخل الحبه الاولى في الخليط، ونضيف الثانيه، ونضيف الثالثه. هنا غادي نضيف الزيت، الزيت عندي كاس ونص ديال زيت المائده. غادي نخلطهم هنايا، شوفوا القوام ديالهم كيفاش غيرجع بحال لو تاوي. كنتو تخدموها بيدكم عادي، باليد كندخلوا المكونات في بعضها وصافي. هنا غادي نضيف الدقيق، فغادي نكب هذا الخليط في اناء اخر باش غادي نخدم غير بيدي ماشي بالعجانه. هاد العجينه بحال هادي، الحلويات بحال هادو ما كيبغيوش يدلكوا باش ما كيطلقش الخيط الزيت. الدقيق ما يطلقش الخيط وتجينا العجينه مطاطه، الحلوه ما كتجيش مزيونه. فهنايا غير كنجمعوا غير بالاصابع ديالنا الكميه الدقيق اللي خرجت لي هنايا. هنا جبت باكيه فيها كيلو، وغادي نخدم بها وغنشوف واش غادي تكفى ولا غادي نزيد. ها هو كبيت هذاك الكيلو كامل، وشفت هنا باقي خصها واحد شويه. بحال اللي قلت غير كنجمعوها، غير كنشوف الدقيق دخل في العجينه صافي. هنا باقا العجينه خصها. جبت كاس اخر وغنبقى ماشى معاه شويه بشويه ونشوف شحال غادي تدي لي. كنبقى ماشى غير في الكاس الاخراني، كتبقاو غير ترشوا وتجمعوا وتشوفوا القوام دغيا العجينه كتشرب. ها هو بارك عليها، رطيبه خصها تبقى. عدات لي كيلو وكاس بالضبط. العجينه هذه غنقسمها ثلاثه ديال القطع، غنعمل ثلاثه ديال النكهات. من الافضل ثلاثه ماشي اربعه باش ما تجيش قليله الكميه، اما جوج او ثلاثه. النكهه الاولى عندي القهوه، دوبت ملعقه كبيره ديال القهوه مع ملعقه كبيره ديال الماء دوبتها، وغادي نضيف على داك الخليط، وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال الدقيق على حسب هذاك الماء اللي ضفتو للقهوه. تقدروا النكهه ديال القهوه تعملوها زايده تعملوها ناقصه اللي بغيتو. اللي عند النكهه ديال القهوه كذلك اللي كتبع جاهزه تعملها. غنجيب هنايا العجينه الثانيه، غنعمل لها النكهه. غادي نضيف لها النكهه اللي غنعملها هنا ديال الشوكولات. غنعمل هنايا ملعقه كبيره ديال الشوكولات، الشوكولاته المره او شوكولات غابره. غادي نغربله طبعا، كيكون فيه الكويرات ضروري نغربلوه، وغادي ندخلو في هذيك العجينه. غنضيف هنا معلقه ديال الماء على حسب ديك الشوكولاته غابره، كي بحال الدقيق يعني غادي يقصحها. فمعلقه ديال الماء او الحليب اللي بغيتو، وغير كنجمعوا البنات ما كندلكوش، يعني بحال اللي كتفتحوا العجينه تدخلوا فيها هذاك الشوكولات وترجعوا تجمعوها عاود تفتحوها وتجمعوها، مهم ما تدلكش. صافي غير كتشوفوا ديك الخليط نسجم، كنعملها على جنب، كنغطيوها بلاستيك ونخليوها ترتاح. نعدل لنا النكهه الثالثه. طبعا هادو افكار ديال النكهات، تقدروا تعملوا اللي بغيتو. هذا عندي جنجلان، جوج معالق كبارين ديال الجنجلان مطحون، نص كاس محمص ومطحون، تخرج زيت ديالو بحال هاد الشكل هذا. غنضيفوه، غنضيف ملعقه كبيره ديال السمسم او الجنجلان، وغادي ندخل نفس الطريقه. غادي ندخلو ما كنعجن ما كندلك، غير هيدا كنفتح العجينه ورجع نجمع، نفتحها ورجع نجمع. بالنسبه للنكهات كيتباعوا دابا النكهات بزاف، تقدروا تستعملوا بزاف ديال النكهات، كل وحده على حسب اللي بغات. وانا كنت شاركت من قبل صابلي بالليمون، صابلي بالبرتقال، حتى هما مزيونين، وبالناطه حتى هي كتبع النكهه الناطه، حتى هي كتعطي مذاق مزيون الصابلي. ها هي بعد ما دخلت هذيك المكونات كامله بحال مع العجينه صافي، غادي ندوزو دابا باش نشكلوهم. غنبدا بالشكل الاول،
هما ثلاثه النكهات، قهوه وشوكولات وهذيك النكهه ديال السمسم في العجينه. بديت بيها عملت هذا الشكل ديال الهلال. الكويرات اللي عملتهم هنايا بين 15 ونص 16 ونص غرام حتى 17 غرام اللي بغيتو كنجيبهم، كنعملهم حريبلات بحال هذا الشكل هذا. كنجيب شي حاجه ندور عليها باش كتجيكم الدوره معاوطه، ما كتجيش شي وحده اكثر من وحده، وحتى في الوزن اذا وزنتو كتجي الحلوه كامله مساويه عبر واحد. ومن بعد كتوزنوا غير الولا بعد بعينكم كتبقاو ماشيين شابر العبر. العجينه ما كنحربلوها ما كنتكيوش عليها، كنحربلوها يدنا مرخوف معاها صافي. ومن بعد كنقلبوها كنقولبوها على شي حاجه. انا هذا عندي شكلت عليها اي حاجه تقدروا تشكلوا عليها، ماشي ضروري هذا القمع ديال الكريمه. صافي بنفس الطريقه كنخلي كنرقق شويه الجوانب وكنخلي الوسط غليظ بهذا الشكل، وكنجمع هذيك وكندور عليها صافي، وكنكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. من الحلوى اللي كتوجد دغيا صراحه وسهله بحال اللي قلت، وكتجي مزيونه في المذاق، وطبعا النكهات لا مختلفين فكتجي مزيونه. هنا الخلط العجينه الثانيه اللي هي بالقهوه، غنشكل غير حرابي بحال هكذا وغادي نحربلهم بهذه الطريقه هذه رقاقين ونقطعوهم. كذلك تقدروا تعملوا النكهه ديال الكراميل كتبع حتى هي كتجي مزيونه في الصابلي، تقدروا تعملوها. اللي ما جبرتش النكهات تقدر تستعمل غير فلان، تجيب فلان ديال الكراميل، فلان ديال الشوكولات وتستعملهم حتى هما كيعطيو النكهات رائعه من الصابلي حتى القوام. صافي كنقطعهم هنايا بحال تقريبا 4 حتى 5 ديال السنتيم، وكنعملهم في الفران يطيبوا. بالنسبه للعجينه ديال الشوكولات غادي نشكلها هنايا كويرات كذلك حتى هما من 15 ونص 16 ونص غرام. بغيت وزنهم الاحسن باش يجيكم عبار واحد، من بعد مشيو غير بعينكم صافي. وكان كنوزن ومن بعد كنشكل كويرات بحال هذا الشكل، كنضغط عليهم غير شويه وكنستف اللاطه ديالي بحال قلت لكم. حاولت نعمل الطرق اللي يكونوا ساهلين بلا قطاعات بلا قوالب. بالنسبه للفران بحال اللي كنطيبوا الحلوى دائما الفران حاني على خاطر 160 درجه وخليوها طيب. ندوزو للتزيين. الشوكولاته عندي هنا الشوكولاته ابيض، غادي نحاول نغير له اللون شويه، نعطي هذا اللون بيج هذا، غنزين به هذاك الصب هذاك الحلوى ديال القهوه. والشوكولاته كحال حتى هو غادي نهرس له شويه اللون، او تقدروا تجيبوا الشوكولاته بالحليب يعني كل واحد كيفاش ما بغى. بالنسبه هادو افكار بحال اللي قلت ديال التزيين، كل وحده تبدع كيفاش ما بغات. ها هما الحلوى بعد ما طابوا، انا عملتهم بليله قبل وصبحوا باردين، وحتى النهار اللي موراهم عاد زينتهم. غنبدا بالشكل هذا ديال الشوكولات، غادي نزينو بالشوكولاته السوداء بهذه الطريقه. الشوكولات كندوبو كنعملو شويه ديال الزيت وكنعاونو حنا هو كيذوب، حنا كنعاونوه بالتحريك والعافيه حانيه باش ما يتخسر لكم شي، وكنخفو شويه بالزيت ما يجيش قاصح ثقيل باش ما الحلوى ما تهزش الشوكولات بزاف، ما تجيش الحلوى معمره بالشوكولات. صافي بحال هذا فوق الشوكه كنعمل الشوكولات وكنخبط هكذا كتنفط الحلوى مزيان. بعد كنعملها في الورق ديال الزبده، كنخليها غير واحد شويه، كنعمل 4 5 الحبات وكنجرهم بحال هكذا باش هذاك الفائض ديال الشوكولات اللي كينزل منهم ما كيبقاش يلاصق فيهم، باش الحلوى كتجي مفنيه ما كيجيش ديك الجوانب الشوكولات خارج منهم. غنكمل بنفس الطريقه الكميه ديالي كامله، وغادي ندخلهم يبردوا في الثلاجه او المجمد عاد كنزينوهم. ها هما بعد ما خرجتهم غادي نحيدهم. تشوفوا معايا ديك ورق الزبده ملي كنستعملوا ديك زوايد الشوكولات كامله، ها هي ملي كنخرجوها من الثلاجه كتقدروا تستعملوها، كتردوها وتذوبوها عادي تستعملوها هي، ما كتضيع حتى شي حاجه. هاو كنجمعوه كامل كيكون جامد كيزول دغيا من الورق وكنرجعوا نذوبوه. غنجيب هنايا القليل من هذاك الشوكولات اللي البياض اللي ملون عندي، وانا من الخطيوطات هكذا غير في النص. انا حاولت يكونوا الافكار ساهله باش اي وحده ما عندهاش الماتيريال ما عندها حتى شي حاجه انه تقدر تعدل حتى هي طبيله ديالها ديال العيد تكون فيها شكيله الحلوى. هذاك اللي عملته بالشوكولاته ابيض وشويه شوكولاته كحل، غادي نعمل فيه شويه ديال اللوز كونكاسي وغادي نزوق هذه الحلوى بهذا الشكل. انا هاد الزين هذا ديال فيريرو روشي بالشوكولاته واللوز كونكاسي ولا الكاوكاو كونكاسي كيحمقني، كتعجبني في الماكله ديالها كتعجبني في المنظر ديالها، ما نقدرش ما نعدلش هذا الشكل هذا. وسهل ما فيش شي حاجه، وكيعطيك الحلوى كيعطيك حلوى راقيه، كيعطيك المنظر ديالها راقيه ومزيونه طبعا في الطعم. صافي بنفس الطريقه كنغلف ديك الحلويات بنفس الطريقه، كنحيد الزوائد وكنعملهم فوق ورق الزبده واحد شويه، ومن بعد كندفعهم باش بحال اللي قلت هذوك الزوائد اللي كيهودوا ما يبقاوش عاملين لي ديك الحواشي ديال الشوكولاته في الجناب ديال الحلوى، كتجي مفينيه مزيونه. الشكل الثالث صافي غير هكذا، كنت غنعمل له شي فكره اخرى ولكن عييت قلت صافي غنعملو هكذا حتى هكذا مزيون. غادي نغطي صغير ديك الرويسات ديال ديك الهلال في الشوكولاته صافي، ونكمل كميه كامله ونخليهم يبردوا
الطريقه سهله بحال قلت انا هنايا. هاد الفيديو حاول تكون بسيط لا في الماتيريال ولا في المكونات ولا في التزيين، ما تحتاج حتى شي ماتيريال يعني. وهذا هي النتيجه، الحلوه ديالنا ثلاثه ديال الطبيصلات مزيونين، تقدر تعتمد غير هادو في العيد. زعما اللي ما كيعجبهاش يتعدل بزاف ولا ما باغاش شي ولا هذا، غير هاد غير هادو كافيين بركه تزين بهم الطبله ديالها ديال العيد. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا بالبارطاج، بارطاجيوه عندكم البنات في الصفحات ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء.